مشاهدينا مشاهدي طقس العرب، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. من المتوقع إن شاء الله تعالى أن يتزايد تأثر المملكة خلال ساعات ليلة الأحد الاثنين بأحوال جوية غير مستقرة ناتجة عن تواجد كتلة هوائية باردة في منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. تواجد هذه الكتلة أيضا مترافق مع تدفق لتيارات هوائية رطبة باتجاه المملكة، ستعمل بإذن الله تعالى على هطول الأمطار في أجزاء واسعة من الأردن ليلة الأحد الاثنين. هذه الأمطار ربما تكون غزيرة أحيانا، قد تصحب ببعض العواصف الرعدية المتفرقة، كما ولا يستبعد أن تتساقط بعض الأمطار الثلجية أو ما يسمى بالأمطار المخلوطة بالثلوج أو حتى زخات من البرد فوق المرتفعات الجبلية العالية. قد تتراكم الثلوج فوق قمم جبال الشرافي أقصى جنوب المملكة، في حين أيضا مع ساعات ليلة الأحد الاثنين، في حين أيضا لا يستبعد أن تتساقط أمطار مخلوطة بالثلوج فوق قمم المرتفعات الجبلية الشمالية وتحديدا منطقة رأس منيف. تتراجع الفعالية الجوية تدريجيا مع ساعات صباح الاثنين، في حين يتوقع أيضا تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق السهول الشرقية. للحديث بشكل تفصيلي أكبر عن الأحوال الجوية المتوقعة مع نهاية الأسبوع الحالي، يتوقع بإذن الله أن تندفع إلى المنطقة من جديد كتلة هوائية شديدة البرودة وقطبية المنشأ، بحيث تزداد فرص تساقط الثلوج من جديد فوق المرتفعات الجبلية في بلاد الشام. هذا الأمر خاصة ليلة الخميس الجمعة، في حين تكون فرصة العاصمة عمان والعاصمة الفلسطينية القدس للتعرض لهذه الثلوج أفضل بكثير مما كانت عليه خلال الأسبوع الماضي، حيث نوهنا وقتها بأن وسط الأردن ووسط فلسطين ولا سيما العاصمتين عمان والقدس كانتا على أطراف هذه العاصفة التي أثرت على المنطقة، وبالتالي فرصة الثلوج كانت ضعيفة نوعا ما. سنبقى على تواصل معكم لحظة بلحظة لمتابعة مستجدات الأحوال الجوية عبر قنوات طقس العرب المختلفة، الفيسبوك وتويتر واليوتيوب، وبالطبع عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. أطيب التمنيات، إلى اللقاء.